أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وجمعية الشارقة التعاونية مهرجان القصبة للمأكولات الذي يقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية والمسابقات لجمهور القصبة حتى الثامن من أبريل من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحاً. عالم من النكهات تجربة فريدة من المذاقات العالمية يقدمها مهرجان القصباء للمأكولات في شهر رمضان المبارك حيث يتيح لعشاق المأكولات والطهي فرصة تذوق خيارات من الأطباق الشهية من مختلف البلدان والمطابخ العالمية في فينيسيا الشارقة القصباء الوجهة العائلية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق مهرجان رائع دائما الشارقة بتعودنا على هيك مهرجانات بيكون فيها تجمع المجتمع الكامل موجود هون عم نطلع على ثقافات جديدة من كافة الدول الموجودة ضمن دولة الإمارات الشارقة دائما متألقة بمهرجانات اللي بتقوم فيها خاصة تكون عائلية أكثرها وهذا الشيء بيدخل الفرح والسرور لقلوب الناس كثيرة وخاصة المهرجان اليوم القصب للمأكولات من أحلى المهرجانات اللي أنا شفتها المهرجان، وبالاضافه الى جمعه خبراء الطهي وعشاق الطعام من جميع انحاء المنطقه، فهو يقدم لجمهوره مجموعه من المسابقات والجوائز المحفزه على المشاركه في الحدث. المهرجان هذا افتقدناه من كم من سنه عشان ازمه كورونا، بس الحمد لله رجع ورجع بقوه. احنا دورنا احنا كمروجين للفعاليه هذه، واحنا مقدمين للمسابقات ومقدمين للبرامج هذه. أه شفت الإقبال؟ صراحة إقبال أه جدا جميل، الناس شكلها متعطشة للمهرجانات اللي هذه وعلى هامش المهرجان يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الترفيهية المصاحبة والتجول بين العديد من أكشاك الطعام العالمية التي تعرض أصناف المأكولات من دول مختلفة والتي تضيف إلى أجواء المهرجان المزيد من المتعة مهرجان القصباء للمأكولات يعد فرصة لقضاء أوقات عائلية مليئة بالمتعة والترفيه خلال شهر رمضان المبارك لأخبار الدار فايزة الضنحاني الشارقة